يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. صح ارفع صوتك سلم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد. إيه بنختم إن شاء الله ما بنطول. لما أراد الله تعالى أياب لفاطمة الزهراء الحسين وكان مولده في شعبان في ثالث ليلة منه، فلما وقعت في طلقها أوحى الله تعالى إلى لعيا وهي حوراء من حور الجنة، إذا أراد أهل الجنان أن ينظروا إلى شيء حسن نظروا إليها. أوحى الله إليها أن اهبطي إلى دار الدنيا إلى ابنة حبيب النبي. واحضري ولادتها وكوني قابلة للحسين كرامة وتفضيلا، يا من حضر مأتمنا ويا من يسمعنا ويا أصحاب الحوائج ويا من لديهم مرضى وأسارى. حضروا حوائجكم فإنكم في محضر ولادة الحسين، ومن يدعو باسم الحسين كرامة له لا يرد الدعاء. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام. الله. فلما قرب أوان ولادتها وأراد الله أن يظهر سر غيبه خفي ويزين الدنيا بأنوار بدر غرته وأشعة شمس وجهه ويخصب الأرض ببركته ويمن كف الذري ويشرفها بظهور مجده القدسي وكعبه العلي، أوحى الله تعالى إلى رضوان أن رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنان وزينها، وإلى مالك خازن النيران أن اخمد النيران على أهلها، وإلى الحور العين أن يتزين ويتزاورن كرامة لابن النبي. أوحى الله العالى إلى الملائكة أن قوموا صفوفا بالتسبيح والتقديس والثناء على الله تعالى، وأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن اهبطوا إلى الأرض في قبيل من الملائكة. ولما هبطت لعيا على فاطمة لحق فاطمة الحياء من لعيا لم تدري ماذا تفرش لها، فبينما هي كذلك متفكرة إذ هبطت حوراء ومن ومعها درنوك من درانيك الجنة، فبسطته في منزل فاطمة فجلست عليه. يا مستمعين النظام استعدوا للولادة من قيام، وذلك بذكر النبي. فبينما هي كذلك وإذا بالأنوار تتساطع في كل جانب ومكان، وإذا بها قد وضعت بالحسين أفضل والسلام عليك يا محمد صلى الله عليه علي ابن أبي طالب فاطمة الزهراء عفية الحسن والحسين كامل كامل زين العابدين زين الوقفة شوية محمد الباقر
جعفر الصادق ما أحلى أسماءهم، موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، ما الله، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان،